عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد اختتامه زيارة عمل إلى مدينة نيويورك، حيث ألقى جلالته خطابا في الجلسة العامة لاجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك في القمة التي استضافها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي بحثت جهود التحالف الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب وعصاباته في العالم. وخلال الزيارة التقى جلالته عددا من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الجمعية العمومية، وبحث معهم عددا من القضايا الإقليمية والدولية. ملخص زيارة جلالته في التقرير التالي. مرحبا بكم في ملخص برنامج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى نيويورك وترأس جلالته وفد المملكة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة الأردن فيها. وحدد جلالته في خطابه 7 خطوات أساسية للقضاء على الفكر المتطرف. First, let us get back to basics, to the essence and shared spirit of our respective faiths and creeds. What separates humanity is minuscule compared to what we hold in common. Second, let us change our tone. Our world is also threatened when violence, fear, and anger dominate our discourse. Third, let us act upon our beliefs. I mean integrating our values in every part of our daily lives, every hour of every day, by loving our neighbor, showing respect to those different from us, by being kind to our children. Fourth, let us amplify the voice of moderation. We must not let our screens, airwaves, broadband, and social media be monopolized by those who pose the greatest danger to our world. We too must populate our media, and more important, the minds of our young people, with the purity and power of moderation. Fifth, let us recognize deceit. Is there a more despicable act than feeding on the vulnerable and the innocent to recruit them to your ranks? Sixth, by all means, let us be intolerant of intolerance. Extremists rely on the apathy of moderates. Today's global fight is not between peoples, communities, or religions. It is between all moderates of all faiths against all extremists in all religions. My friends, our seventh step is hyperconnectivity. In our era, connectivity defines how we live and interact in our work, our communities, our schools, our lives. A hyperconnection bringing us together in collective consciousness and common cause. وفي القمة التي استضافها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث جهود التحالف الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب وعصاباته في العالم، أكد جلالته أن الانتصار في معركة كسب العقول والقلوب هو التحدي الأكبر. We cannot tackle this threat in a vacuum. A world that allows the Palestinian-Israeli conflict to move further away from the two-state solution is a world that fuels extremist recruitment. Furthermore, the world should not be silent to violations to the sanctity of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, as this will only empower those who seek to wage a religious war. Winning hearts and minds remains a big challenge, as this will also require, in the longer and medium term, dealing with governance, poverty, youth, job creation, and education. ولجهة تطوير وتمتين علاقات الأردن مع مختلف دول العالم، عقد جلالة الملك عددا كبيرا من اللقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى خلالها استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا أزمة اللجوء السوري وجهود محاربة الإرهاب والتطرف الذي يهدد الأمن والسلم العالميين، وأهمية اعتماد المجتمع الدولي استراتيجية وقائية لحماية الشباب من مخاطر الإرهاب والوقوع فيه، وضرورة نشر رسالة الإسلام السمحة والمعتدلة، وأهمية وقوف المجتمع الدولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
كما جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وبلدانهم. وفي اجتماع خصص لبحث دعم الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين ضمن مبادرة كلينتون العالمية، استعرض جلالته تداعيات هذا اللجوء وأهمية تمكين المجتمعات التي تستضيفهم لمواجهة مختلف التحديات خصوصا الاقتصادية منها. وكان جلالة الملك استهل برنامج زيارته إلى الولايات المتحدة بزيارة مصنع شركة ويستورد للأدوية المملوكة لشركة أدوية الحكمة الأردنية في تشيري هيل بولاية نيوجيرسي، والتي تنتشر مصانعها ومختبراتها في 11 بلدا وتمثل قصة نجاح أردنية تؤشر إلى قدرة الصناعة الأردنية للوصول إلى العالمية.